لماذا تأخرا إلى اليوم؟ طبعا هناك عوامل عديدة، من هذه العوامل رغم نحن للإلفات كنا جاهزين بعد تشييع سيد محسن، كنا جاهزين شبابنا وسلاحنا وخططنا وكل شيء، كان عندنا تفصيل معين انه اي من الاهداف اللي هلا حاحكي عنها بدنا ننقيه، بس كنا جاهزين. تاخير اولا حجم الاستنفار الامني والاستخباري والفني والميداني والجوي والبري والبحري الاسرائيلي والامريكي في ذروه الاستنفار. اذا العجله كان يمكن ان تعني الفشل. ثانيا نفس التأخير كما قلت في أسبوع الشهيد القائد سيد محسن هو عقاب العدو، لذلك عند الاغتيال البوصلة نزلت وبقيت نازلة يعني وقتها. هذا الاستنفار، هذه التعب النفسي والمعنوي والاقتصادي والمالي وإلى آخره كان من المفيد أن يستمر لبعض الوقت وسيستمر، لأنه هلأ بنحكي عن رد حزب الله، بعد في رد إيران، رد اليمن. ثلاثة، الحاجة إلى بعض الوقت للدراسة والتشاور حول فكرة أن المحور يرد كله في يوم واحد في وقت واحد أو يتم الرد بشكل منفرد، أيضا هذا كان بيحتاج بعض الوقت. ورابعا عندما اقتربنا من حسم هذه المسألة طلعونا بقصة 15 آب والأمريكان ركدوا، وأحد أسباب الركض الأمريكي المنافق هو الخشية من رد محور المقاومة وتداعيات الردود والذهاب إلى حرب إقليمية ومشاكل. بلشوا يحكوا أنه في وقف العدوان، وقف إطلاق نار، وطولوا بالكم إلى آخره. بالحقيقة نحن تريثنا، طبعا لم نقل لأحد أننا سنتريث، ولكن حقيقة الأمر أننا تريثنا حتى نعطي الفرصة لهذه المفاوضات، لأنه نحن هدفنا أساسا من كل هذه الجبهة ومن كل هذه الدماء وكل هذه التضحيات هو وقف العدوان على غزة، فأعطينا الفرصة الكافية. هلا بعد ما قطع كل هذا الوقت بيّن أنه نتنياهو هو عم بيحط شروط جديدة والأمريكان عم يتماهى معه، وهذا كله تضييع وقت، فلم يعد هناك معنى للتأخير أكثر. إذن هاي الأسباب التي أدت إلى التأخير إلى اليوم.